ننتقل بالرادار إلى الخبر المتعلق بالسلطات الأمنية اللبنانية التي أوقفت شخصين سوريين تسللا إلى البلاد لتورطهما في تهريب مئات المهاجرين عبر البحر من ليبيا إلى أوروبا. وفي بيان لها قالت قوى الأمن الداخلي في لبنان إنها ألقت القبض على الموقوفين في منطقة البقاع شرقي البلاد، ولفتت إلى اعتراف الموقوفين بتقاضيهما مبلغ 3500 دولار عن كل مهاجر، مضيفين بأنهما عملا على تهريب مئات الأشخاص في قوارب عبر البحر إلى إيطاليا واليونان. دارينا الحلوي في بيروت تنضم إلينا. إذن هذه إحدى الشبكات، تحدثت في ساعة ماضية عن وجود شبكات أخرى، هل هناك إرادة حقيقية فعلا للكشف عنها جميعا؟ طبعا فضيلة، كما ذكرت هناك يعني جدية من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية في ملاحقة ومتابعة وتوقيف هذه الشبكات، لكن هذا الأمر ليس باليسير نظرا لطبيعة عمل هؤلاء في الخفاء وبالسر، واشتراطهم على من يرغب بالتعامل معهم على إبقاء الأمر طي الكتمان حتى عن ذويهم، حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من تعقب أثر المتورطين والعاملين في مثل هذه الشبكات. لكن لابد من الإشارة فضيلة إلى الضعف الكبير والوهن الكبير الذي يطال الأجهزة الأمنية والعسكرية في عديدها وفي عملها وفي عتادها وفي الكثير من متطلبات عملها، ارتباطا بالأزمة الاقتصادية التي ضربت مؤسسات الدولة اللبنانية، لكنها رغم ذلك يعني تقوم بما يتيسر لها، أكان من توقيف هذا التوقيف الأخير، على الرغم من أنه يعني هذه الشبكة كانت تعمل من ليبيا، لكن وصول هؤلاء إلى لبنان، حتى أن أنا أفدنا من أحد المصادر الأمنية أن أحد هؤلاء تم اختطافه في شمال لبنان من قبل أحد المتضررين من هذه العمليات، عمليات الإتجار بالبشر لفترة 4 أشهر قبل أن يدفع فدية تقدر بأكثر من 40,000 دولار، عندها تم الإفراج عنه، وآخر كان ملاحقا وهناك يعني من يطارده ويحاول قتله للانتقام من مقتل ذويه عبر رحلات البحر غير الشرعية التي كان يدبرانها من ليبيا عبر اليونان وإلى إيطاليا ودول أوروبية عديدة. بالإضافة إلى ذلك يعني الجيش اللبناني كان قبل أيام قد أحبط محاولة إبحار لزورق غير شرعي يقل لاجئين، هذا الأمر يحدث بشكل شبه أسبوعي، ولكن بالطبع يعني قدرة الأجهزة الأمنية كما ذكرنا لا يمكن أن تقارن بعدد الرحلات التي تنظم والتي تستغل غياب الأجهزة الأمنية عن الشواطئ لا سيما الشمالية من لبنان. شكرا لك دارينا الحلوي في بيروت، أشكرك.